لمزيد من التفاصيل حول الشأن اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز يني يمن صالح الجبري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كيف تقيم اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه؟ شكرا جزيلا. ومن متى أصلا توقف إطلاق النار في حديدة حتى نقول بأن هذه المرة سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار؟ ميليشيات الحوثي كررتها دائما لا ولن تتخلى عن جرائمها في الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لها في اليمن، ولم تلتزم بأي اتفاق من الاتفاقات السابقة مع الشرعية، بل حتى من قبل الانقلاب على الشرعية في صنعاء. وبالتالي لا جديد، لست متفائلا في هذه المرة ولا المرات السابقة، خاصة في ظل تواطؤ وتآمر الأمم المتحدة، وقد أعلنتها الشرعية صراحة بأن ما يقوم به مندوبها في اليمن لا يعني يمثل جهة يعني عالمية هي الأمم المتحدة، ولكن للأسف ينزل تحت رغبات ميليشيات الحوثي الإيرانية. وفقا للرئيس اليمني فإن تنفيذ اتفاق ستوكهولم مفتاح للدخول إلى مناقشة الترتيبات اللاحقة، ما مدى إمكانية تحقيق ذلك في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي؟ وهذا يؤكد ما ذكرته بأنه هناك استياء من الشرعية واستياء أيضا الاتحاد العربي من دور الأمم المتحدة في اليمن، وما وصل إليه الحوثيون من تمدد وتوسع وحفر الأنفاق والخنادق والاستعداد لحرب طويلة في الحديدة ضد الشرعية إلا دليل على الضوء الأخضر للأسف الشديد من قبل يعني الأمم المتحدة. وأيضا للأسف لم يكن هناك قرار صارم عسكري من القيادة الشرعية الحكومة اليمنية الممثلة بالرئيس هادي ولا حتى من التحالف العربي، وبالتالي الحوثي يعني يعيث الفساد في الأرض ويتوسع للأسف الشديد ويرتكب المخالفات، ويعني يؤثر ذلك كثيرا على وحالة الناس ويعني الاعتداء على الأطفال وعلى النساء وأيضا انتشاء الأمراض، لأنه للأسف لا زال يسيطر على المناطق التي تم الاتفاق عليها. في هذا السياق، في الحديث عن هذه الانتهاكات الإنسانية، إلى أي مدى تظن أن الأمم المتحدة اختزلت الأزمة اليمنية في الحديدة ومينائها؟ وهذه من الخطط التي كنا نحذر منها، بأنه أصبحت الأثيرة أس المشكلة وهو انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية في اليمن، وحصرنا مشكلة اليمن في مدينة الحديدة، بل هناك ما يسوق يعني على الوضع الإنساني متناسين أس المشكلة. هناك انقلاب، جماعة خارجة عن نظام القانون، جماعة إرهابية خرجت على الشرعية، انقلبت على الشرعية ويعني أخذت سلاح الدولة، وبالتالي عاثت في اليمن فسادا. نحن نمر بمرحلة خطيرة يحتاج فعلا حزم عسكري، ولن يكون أتوقع وهذه قراءتي المستقبلية لا يمكن أن يكون الحل في اليمن إلا عسكريا. إذا أرادت الشرعية والتحالف العربي أن يحل مشكلة تمرد الحوثي فعليهم أن يكونوا جادين في الحسم العسكري وإنهاء تمرد الحوثي على الأقل في آخر ميناء للحوثيين، آخر ميناء. إذا توقف، إذا أعيد هذا الميناء إلى الشرعية سيتوقف الدعم الإيراني عبر الحديدة إلى الحوثيين. هذا آخر ميناء، هو ميناء الحديدة ما زال بيد ميليشيات الحوثي التي يعتبر الراشد لها لما يساوي 70% من موازنة الحوثي معتمدة على ميناء الحديدة. صالح الجبري رئيس مركز يني يمن، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.